مختلجة. عندما تضرب تلك الفتاة البريئة بتلك الطريقة وتأخذها إلى المستشفى ثم تحاول التلاعب بالمعلومات ومنع طاقم المستشفى من قول الحقيقة، ألا تعتقد أن الحقيقة في النهاية سوف تتكشف؟ أنا آسف لأننا كنا نحاول أن نبقي هذا النظام على قيد الحياة عبر شعارات لم نعلم أن السياسيين سيستخدمونها لاحقاً لمصالحهم الخاصة. اعلموا أيها الناس أن هناك من يختار لكم مصيركم بدلاً عنكم. هذه القوى القمعية لا تمتلك أي مشاعر إنسانية وتوغل بالقتل. عناصر الباسيج والقوات الأمنية ستخالف النظام في نهاية المطاف ولن يتحملوا جرائمه حتى النهاية. الشعب لا يريدكم.